احنا انت عملك اختلف من الدراما والسينما، اشتغلت مع منصات كبيره زي شاهد. احكي لي بقى كده عن احساسك اول ما جالك اول دور سينما. اول دور سينما هو انا اصلا اول فيلم نزل لي كان فيلم بنات ثانوي، بس اول فيلم اشتغلته كان فيلم راس السنه. راس السنه احنا سافرنا صورنا في لبنان، فكان بالنسبه لي يا جماعه الدلع ده احنا بنتبهدل في اللوكيشن، يعني ايه يعني مصورين من مصورش ليه ايه ما بيحصلش ليه ولا يعني بتحصل اكيد كتير، بس كان بالنسبه لي انا لسه بمثل بقى. وجالي فيلم سينما كان استاذ محمد حفظي كان هو اللي كاتب وهو المنتج، وكان مرشحني هو الفيلم، وانا ما كناش نعرف بعض خالص، ما كناش لسه مثلا ممكن نكون اتقابلنا مره اللي هو من بعيد هاي هاي كده، بس ما كنتش اعرفه خالص ولا هو يعرفني. لما ترشحت رحت عملت اوديشن برضو على الفيلم بتاع راس السنه. انا نص الحاجات اللي اشتغلتها عملت عليها اوديشنز، اوكي نصها. ف ايه اللي حصل؟ يا نسيت. لبنان. بس فكان التصوير هناك ممتع قوي، الكروب كله كان هما كانوا صحاب قوي وانا اتعرفت عليهم فبقينا كلنا صحاب، فكنت مبسوطه، كنت حاسه بالفه شويه. التصوير كان متعب قوي، كان الجو برد، بس كان الجو برد واحنا بنصور بلبس صيفي، بس كان تمام، اليوم عدى يعني. بس بصي مش عارفه يعني، هو جماهيريا جالي نقد كتير قوي قوي من فيلم راس السنه، كانت اول تجربه سينمائيه، بس بالنسبه لي برضو هو دور مختلف. وشايفه ان دور زي ده انا ممكن مثلا اقدر اعمله دلوقتي، ممكن لما اتحط في حته معينه، ده ما يكونش اختياري الله اعلم، وممكن برضو يبقى اختياري انا مش عارفه، بس وقتها انا كنت شايفه ان ده حاجه بره الصندوق بالنسبه لهدى، وانه تحدي ان هدى تاخد دور زي ده، خصوصا ان انا كنت لسه طالعه بقى من كاني امبارح، كنت طالعه بقى بنتي الكتكوت الصغيره كده، فكنت عايزه حاجه تكون بولد شويه، حاجه تبين شخصيه بنت شويه. وكان بالنسبه لاول فيلم سينما كان في مساحه في الدور، يعني اعرف العب في الشخصيه شويه، وعملت كده. بس اتبسطت قوي كمان في بنات ثانوي، لان بنات ثانوي اول فيلم سينما نزل لي، يعني نزل قبل حتى راس السنه. اتبسطت قوي بنات ثانوي من فكره ان احنا كنا تيم بنات كلنا بنشتغل مع بعض، وكلنا كنا لزاز، وكلنا كنا مبسوطين، وكلنا كنا بنلعب، وكنا بنصور بطريقه عفويه. معظم الحاجات اللي اتاخدت في الفيلم اصلا كانت ارتجاليه، ما كانش ليها علاقه قوي بالورق. تمام.